إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله سبحانه، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأبناء الأحباء والزملاء الفضلاء والإخوة والأخوات عبر الشبكة الذين يشاركوننا عن بعد، أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والطاعات والمسرات، وأسعدكم الله تبارك وتعالى بطاعته، لأنه ليس هناك سعادة أعظم من أن يكون الإنسان مطيعا لله تبارك وتعالى. فوالله ما السعادة جمع مال، ولا اقتناء شاة ولا بعير، ولكن السعادة من كان لله مطيعا وبأوامره عاملا ولنواهيه مجتنبا. هذه السعادة في الدنيا والآخرة، ونحن نعلم أيها الأحبة أن أسعد الناس كانوا في هذه الحياة الدنيا أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، منهم من كان غنياً يملك الدنيا كلها، كما كان سليمان عليه السلام قال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فاستجاب الله تبارك وتعالى له وسخر له كل شيء في الأرض لخدمته، الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. ومنهم من مسه الضر كأيوب عليه السلام، قال: رب إني مسني الضر
وأنت أرحم الراحمين بعد سنوات من الضر. فاستجبنا له وأصلحنا له زوجة، فاستجبنا له ووهبنا له أهله ومثلهم معه، ومنهم من بكى حتى ذهبت عيناه قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ثم جمع الله عز وجل بين يعقوب وبين يوسف، وقال يوسف عليه السلام: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانت متغيرة متشكلة متنوعة، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد عانى من كل شيء وذاق كل شيء من الحلو والمر، فقد كاد له قومه حتى أخرج من مكة مهاجرا، وقبل أن يخرج من مكة هو أخرج أصحابه. أنا لبست هذه القلنسوة الليلة استجابة لطلب إخواننا الأنصار الأولين، أحفاد الأنصار الأولين. تعرفون من هم الأنصار الأولين؟ من يعرف؟ من هم الأنصار الأولون؟ من يعرف؟ ها، من يعرف الأنصار الأولون؟ ما أحد؟ طيب ها تفضل قل، ارفع صوتك. لا، أنصار المسيح للمسيح، نحن نقول عن أنصار الأمة المحمدية الأنصار الأولون. أحد يعرف ولا أجيب؟ هكذا آلاف وما تجيبوا. طيب، إخوانكم أهل الحبشة، الحبشة أرض الهجرتين الأوليين، كانوا أنصار هذا الدين قبل أهل المدينة. لما ضاقت الأمور على المسلمين في مكة وكانوا قلة مستضعفين، قال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اذهبوا إلى الحبشة، فيها ملك لا يظلم عنده أحد. فخرج رضي الله تعالى عنهم من شاء الله له أن يخرج من هؤلاء المهاجرين الأولين إلى الحبشة. ثم بعد حين سمعوا أن أهل مكة أسلموا فرجعوا من الحبشة إلى مكة، فوجدوا أن أهل مكة ازدادوا كفرا ولم يسلموا، فأخذوا معهم أناسا آخرين وهاجروا الهجرة الثانية إلى الحبشة. هذا كله قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة، وكان على رأس هؤلاء المهاجرين جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وزوجته أسماء بنت عميس، وأنجب في الحبشة بنيهم الذين استشهد جعفر بعد ذلك في مؤتة من أرض الأردن بعد نحو 20 سنة.
وكان هؤلاء المهاجرون الأول لهم أنصار في الحبشة وعلى رأسهم النجاشي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، والذي وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه لا يظلم عنده أحد، وأنه رجل صالح، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الغائب. لم يصلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الغائب إلا على النجاشي، على رجل واحد، شخص واحد فقط، وهو النجاشي. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه يوم توفي النجاشي رحمه الله: توفي اليوم أخ لكم صالح، فقوموا فصلوا عليه. قال ابن عباس: فأخذنا إلى البقيع وصفنا، فكنت في الصف الثالث، وصلى عليه صلاة الجنازة صلاة الغائب. فكنت قبل نحو شهر في دورة في أرض الحبشة في إثيوبيا. طبعا أرض الحبشة أكبر من إثيوبيا. أرض الحبشة التي هاجر إليها المسلمون الأوائل هجرتين في إريتريا الآن، لأن تقسمت أرض الحبشة. فإخواننا في أرض الحبشة أعطوني هذه طقية، وكنت عندهم في محاضرة مثل هذه المحاضرة، فلبست طقيتكم السوداء، هذه الطقية، هذه، فلبست طقية مثل هذه. فقالوا: كيف أنت في بلادنا وتلبس طقية الإندونيسيين؟ فقلت لهم: سألبس طقيتكم عند الإندونيسيين. فهذه الطاقية من إخوانكم في أرض الحبشة، الأنصار الأولين، أحفاد الأنصار الأول. لبست في بلادهم طاقيتكم وألبس في بلادكم طاقيتهم حتى تكون واحدة بواحدة. وهذا لعله يكون من الألفة وتأليف القلوب بينكم وبينهم. هم إن كانوا سمر وأنتم سمر، لكن هم أسمر منكم قليلا، لكنهم قلوبهم بيضاء إن شاء الله. بيض الله وجوهنا ووجوهكم ووجوههم. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونرجع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، ضاقت عليه الأرض في مكة، وكان يخرج في أيام المواسم، أي مواسم الحج، لأن العرب كانت تحج قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ويزعمون أنهم على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فكان يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مواسم الحج إلى أسواق العرب في الجاهلية، إلى عكاظ وذي المجاز وذي المجنة، هذه أسواق كانت تعقد في مواسم الحج حول مكة، ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى: من يأويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. ومكث على هذا الحال أكثر من 10 سنوات، أو تحديداً أكثر من 7 سنوات، لأنه أمر بإعلان الدعوة بعد السنة الثالثة من الهجرة من البعثة، وبدأ بقومه كما أمره الله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فجمع الناس على الصفا وعلى رأسهم أقاربه، عمه العباس وعمته صفية وابنته فاطمة
وآل بيته الكرام، وخاطب أهل مكة قال: أرأيتم لو أخبرتكم أنه خلف هذا الجبل، لأنه كان على جبل الصفا. الآن طبعا خلف جبل الصفا يوجد قصور، أما في ذاك الزمان كانت جبال. أن خلف هذا الجبل خيل توشك أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب عمه: ألهذا جمعتنا تبا لك؟ وهي سبة أو سبة يسبها العرب. فأنزل الله عز وجل يجيب أبا لهب عن النبي صلى الله عليه وسلم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أي هو وامرأته سيكونون في جهنم. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله عز وجل 7 سنوات معلنا، حتى أنه ذهب إلى الطائف وهي بعيدة عن مكة حوالي 70 كيلومتر في الجبال، وجبال شاهقة صعبة. قبل أيام كنت مع الأستاذ أبو ليلى في السيارة، فمررنا عن جبل مقصوص هكذا، بقول: هذا الجبل يعني مقصوص الناس تقصه أم هو هكذا؟ قال: هذا جبل، هذا ليس جبلا عندنا، عندهم جبال أصعب من الجبال التي في بلادكم. مررنا عن جبل آخر، فأخبرني الإخوة في السيارة أن هذا الجبل يحتاج 7 ساعات للصعود إليه، وجبال الجبال التي بين مكة وبين الطائف كذلك جبال صعبة. فذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمشي على رجليه، معه زيد بن حارثة رضي الله عنه، إلى أهل الطائف يدعوهم أن ينصروه، فبدل أن ينصروه ضربوه وسبوه وأغروا به الصبيان والسفهاء يرمونه بالحجارة. والله تبارك وتعالى سمع هذا الجواب السيء من أهل الطائف للنبي صلى الله عليه وسلم، ورأى هذا الحال الأسوأ، فأرسل جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال. جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ يوم أحد كان شديدا. قال: نعم، يوم أشد يوم مر على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، حين عرضت نفسي على أبناء عبد ياليل. أبناء عبد ياليل هم أهل الطائف أو صرات وزعماء أهل الطائف. يوم أن عرضت نفسي على أبناء عبد ياليل فلم يجيبوني، وأغروا بي سفهاءهم وصبيانهم، فلم أستفق على نفسي إلا وأنا في قرن الثعالب. قرن الثعالب منطقة بين مكة والطائف التي هي قرن المنازل التي يحرم منها الذي يأتي من جهة الشرق أو من جهة الجنوب، من جهة الطائف الجنوب الشرقي يحرمون من قرن المنازل، كما قال الناظم: عرق العراقي يلملم اليمني، ومن ذي الحليفة يحرم المدني، وللشام جحفة إن مررت بها، ولأهل قرن ولأهل نجد قرن فاستبني. فأهل نجد والذين يأتون من الشرق يحرمون من قرن المنازل، فلم يستفق النبي صلى الله عليه وسلم إلا في قرن المنازل، يعني بعد حوالي 40 كيلو عن الطائف.
فرفعت رأسي فإذا سحابة تظلني، فإذا فيها جبريل عليه السلام، فسلم جبريل وقال: يا محمد، هذا ملك الجبال وهو يأتمر بأمرك. فسلم ملك الجبال وقال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد أمرني الله عز وجل أن أمتثل أمرك، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، جبلين عظيمين، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ تعرفون؟ من يعرف؟ من يعرف ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده. وكان رجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكانه. فبعد سنوات أسلم بعض هؤلاء الذين بقوا أحياء، وأسلم أبناؤهم وأحفادهم، وصاروا ضمن خير أمة أخرجت للناس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عانى في مكة ما عانى، حتى أنه هاجر من مكة إلى المدينة مقهورا مرغما، مكث كما قلنا إلى السنة العاشرة وهو يدعو الناس، حتى استجاب له 12 نفرا من الأنصار، من أنصار المدينة، ليسوا من الحبشة، هؤلاء الأنصار الآخرين وليسوا الأول، استجابوا له وقالوا: نذهب إلى قومنا، وفي السنة القادمة نرجع، ومنعنا أناس من أقوامنا إن شاء الله. فذهب معهم، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، وكان مصعب في تلك الآونة في مثل سنكم، أكثركم الآن، أكثركم في سن مصعب بن عمير حين كان أول سفير في الإسلام وأول رسول يرسله النبي صلى الله عليه وسلم خارج مكة ليدعو إلى الله عز وجل. فأرسل معه مصعب بن عمير، وكان مصعب بن عمير ابن امرأة من أهل مكة ثرية جدا، كما يسمى الآن أو تسمى الآن سيدة أعمال، وكان يلبس الحرير فيقول: ما أخشنا، وإذا مر من شارع يعرف الناس أنه كان قد مر في هذا الشارع أو هذا الزقاق مصعب، من رائحة الطيب التي كان يتركها خلفه، يقول: أنا من هنا مر مصعب. ذهب مصعب ومكث سنة من الموسم إلى قبيل الموسم الآخر، حتى ما ترك بيتا في المدينة إلا وفيه مسلم أو مسلمة. رجع من المدينة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، فقال: والله يا رسول الله، ما تركت بيتا في المدينة إلا وفيه مسلم أو مسلمة. وجاءوا في هذه السنة، السنة 12، 60 زيادة على 12 الذين كانوا في السنة السابقة، صاروا 72 أو 73 رجلا وامرأة، وبايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بايعوه
أن ينصروه إذا ذهب إليهم وهاجر إليهم. والله عز وجل قص علينا قصة هجرته صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه، فقال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ليس معه من هذه الدنيا كلها إلا رجل واحد. من الذي كان معه؟ ها؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ليس معهما إلا كما قال الله ثاني اثنين، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وينظر إلى موضع أقدام المشركين وهم فوق باب الغار ويقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه السكينة والطمأنينة مع هذا الجو الرهيب، مشركون مدججون بالسلاح يبحثون عنهما ليقتلوهما، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يريدون قتله ولكن الله أنزل السكينة عليه فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ طمأنينة، ينقل الطمأنينة والسكينة من قلبه إلى قلب أبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. ويبقي الله عز وجل هذا الكلام خالدا إلى أبد الآباد، نتلوه في صلاتنا، نتعبد فيه إلى ربنا، نتذكره عند الضوائق عند الشدائد: إن الله معنا. فإذا كان الله معك وكان الكون كله ضدك فأنت المنصور وأنت الفائز وأنت الغالب وأنت الناجي. وهاجر نبينا عليه الصلاة والسلام إلى المدينة قبل أن يخرج من مكة، وقف على جبل في مكة هضبة يقال لها هضبة، كانت في سوق مكة الزوراء، وقال يخاطب مكة: والله إني لأعلم أنك أحب أرض الله إلي، أحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك لما خرجت. الإنسان يحب بلده، يحب وطنه، يحب مسقط رأسه، وهذه مكة ليست مسقط رأسه فقط، مسقط رأسه ومسقط رأس آبائه وأجداده وخير بقاع الأرض، ومع هذا تركها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهاجر لله تبارك وتعالى إلى المدينة. والهجرة شديدة، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هاجر، وقبله هاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ قال لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون،
وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ما آمن معه إلا لوط. انظروا كيف التشابه. النبي صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر، وإبراهيم معه من؟ لوط. فما آمن معه إلا لوط، وقال إني مهاجر إلى ربي. فالهجرة سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. موسى عليه السلام هاجر، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. هاجر إلى مدين ومكث فيها 10 سنين. قال الرجل الصالح الذي نزل عنده إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل قال النبي صلى الله عليه وسلم، يفسر هذا أنه أكمل الأجلين، يعني 10 سنين. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام عانوا وهاجروا في سبيل الله تبارك وتعالى، ذاقوا الجوع. كانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبيت الليالي طاويا لا يجد من الدقل، يعني سيء التمر، ما يملأ به بطنه، وكان يمضي عليه الشهران. تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهل في 2 شهر لا يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نارا. فيقول عروة ابن الزبير ابن أختها، فما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت الأسودان، التمر والماء. إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، فكانوا يهدون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض اللبن فيشرب ويسقينا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عانى من الجوع، عانى من البرد، عانى من الخوف، عانى من التعب، عانى من الإرهاق، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى صبر، صبر على الجوع، صبر على التعب، صبر على الأرق، صبر على الإرهاق. كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فماذا يجيب؟ ماذا كان الجواب؟ تعرفون؟ من يعرف؟ ها؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ أنتم أيها الأحبة الأبناء الأعزاء في نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى، أنعم الله عز وجل بها عليكم، على ما في الجدول الذي بين يدي أنكم طلاب المعهد، معهد الإعداد اللغوي والخدمة. الله سبحانه وتعالى اختاركم من بين الملايين. كم مليون في إندونيسيا؟ كم مليون في إندونيسيا تعرفون؟ ها؟
إندونيسيا أكبر دولة إسلامية من حيث العدد، يتجاوز عدد سكانها 200 مليون. من بين هؤلاء الملايين أنتم يختاركم الله عز وجل ويأتي بكم إلى هذا المعهد، إذا هذا المسجد، إلى الإعداد اللغوي، يعدكم لتفهموا كلامه. هذا القرآن كلام الله، يعدكم ربنا عز وجل كما أعد موسى عليه الصلاة والسلام. ماذا قال لموسى؟ ولتصنع على عيني. الله عز وجل يصنعكم على عينه سبحانه وتعالى، يعدكم أن تتعلموا لغة القرآن لتفهموا كلام الله سبحانه وتعالى أولا، ولتفهموا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثانيا، ولتفهموا كلام أهل العلم على مر الأزمان والعصور من الصحابة والتابعين وتابعيهم، الفقهاء والمفسرين والأصوليين واللغويين، الشعراء والأدباء، الأمراء والزعماء والحكام، تفهمون هذا الكلام كلام هؤلاء وتعلمونه للناس. للصفاء الأول اختاركم أن تتعلموا، وللصفاء الثاني والتالي اختاركم أن تعلموا، أن تكونوا معلمين، تكونوا أئمة مساجد في المستقبل القريب. وكأني أنظر إلى وجوه الكثير منكم وهو يؤم الناس في الصلاة بعد سنوات قليلة، يصلي بهم الفرائض، يصلي بهم النوافل، التراويح، يخطب فيهم الجمعة. أمس واليوم رأيت بعض الشباب وقف على المنبر وخطب، اليوم خطب أحدكم وتكلم يعني عن موضوع مهم جدا أن يختاره، وأمس واحد آخر ويستدلون بآيات وأحاديث ويحاولون أن ينطقوا بالعربية على وجهها، وهذا اجتهاد وجهد كم لهم عليه من الأجر. كأني أنظر إلى وجوه الكثير منكم بعد سنوات قليلة في فصول الدرس يعلمون كتاب الله عز وجل ألفاظا ومعاني. الأذان؟ طيب نكمل بعد الأذان. ها الأذان، هو قال لي الأذان وهذا قال لي أذان، نجيب الآن مثل ما يقول المؤذن حتى يكون لنا مثل أجره، تقول مثل ما يقول ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. تفضل. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. نعود إليكم أيها الإخوة الأحبة، أيها الأبناء الأعزاء، أقول كأني بكم بعد سنوات قليلة وأنتم مدرسون تدرسون كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، وكل الكون يستغفر لكم كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض حتى النمل في جحرها وحتى الحوت أي السمك ليصلون على معلمي الناس الخير. وبمناسبة الحوت والسمك، المنظر الذي في قبلة المسجد منظر رائع، فيه بعض السمك، فالسمك الذي أراه الآن
السمك الذي خلفي رأيته حريصا على الخير أكثر منكم. هذا السمك الذي خلفي الآن أراقبه منذ أن أتيت في صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر، فرأيت السمك الذي في الحوض أحرص على الخير من كثير منكم. كيف؟ انظروا إليه الآن تجدونه نائما يتوقف عن الحركة إلا قليلا، وأما بعد صلاة الفجر فسبحان الله يتحرك ويسبح ويصعد وينزل ويذهب ويأتي، وبعضكم بعد صلاة الفجر يضطجع حتى يصل وجهه إلى الأرض من النوم. فهل تقبلون أن يكون السمك أحرص على الخير منكم؟ نريدكم مثل السمك، تنامون مبكرين وتستيقظون مبكرين، تذكرون الله تبارك وتعالى وتتحركون في ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم رأيت الليلة في صلاة المغرب وقد أتيت متأخرا قليلا، فصليت في الصفوف المتأخرة فرأيت أشياء سيئة جدا الحقيقة. أنتم أبنائي وواجب علي أن أنصحكم، فاستمعوا إلى هذا النصح. بعضكم يتأخر يرجع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على من يتأخر ويقول: ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله، فلا تتأخر. أو يقطع الصف، أو يرى الصف أمامه فيه فرجة فلا يتقدم ليسدها، حتى دفعت أحدهم حتى يتقدم وكأنه صنم لم يتحرك. تقدم، خير خطوة تتقرب فيها إلى الله عز وجل تصل فيها صفا فتنال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لك. من وصل صفا ماذا؟ وصله الله. أو ترجع فتقطع صفا، من قطع صفا قطعه الله. هل تقبل أن يدعو عليك النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعو لك؟ صل الصف حتى يدعو لك، حتى تكون الدعوة لك. وآخر كان أمامي وأمامه آخر، فهو يصلي ضربه في أذنه ثم رجع يصلي. أنت تصلي وتلعب في أذن صديقك، في أذن صاحبك، هو طبعا هو الآن ربما يسمعني وربما خرج، لكن إذ كان يسمعني هذا لا يليق بالمصلي أن تعبث في أذن صديقك الذي أمامك، وآخر ونحن في التشهد ينظر خلفه هكذا. هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاتك، فلا تجعل الشيطان يختلس صلاتك. وآخر يقف على رجل ويرفع الأخرى. أبنائي وأحبائي، إنما أنا لكم ناصح أمين. هذه أشياء تؤثر على صلاتكم، تنقص أجركم، وربما تكون سببا لبطلانها. وأنا لما أصلي فيكم أقول وأعيد وأكرر إن تسوية الصف من تمام الصلاة، هذا ليس كلامي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا تتم الصلاة إلا بتمام ماذا؟ الصفوف وسد الفرج والاستواء، والأمر سهل، فلا تضيعوا على أنفسكم تمام الصلاة بالعبث والتحرك وعدم سد الفرج والعبث مع بعضكم البعض. تصلي وبعد طيلة الليل أنتم في الغرف مع بعضكم البعض تمزحون وتضحكون وتلعبون، ليس وقت الصلاة هذا وقت المزح واللعب. ولذلك أيها الأبناء الأحباء، يا معلمي المستقبل، يا أئمة المستقبل، يا خطباء المستقبل، يا علماء الأمة في مستقبل الأيام القادمة، أتذكر وأنا أنظر إليكم الآن لما كنت في سنكم وفي بدايات الطلب، وأتذكر كثيرا ممن كانوا معنا ممن قضوا نحبهم، ونحن لا زلنا ننتظر ونسأل الله عز وجل أن لا نكون بدلنا تبديلا. لما كنا في مثل سنكم في طلب العلم نتحسر
أننا كنا نضيع تلك الأوقات. لا تضيع أوقاتك، الوقت رأس مالك، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. تضيع الوقت من أفسد ما يمكن أن يقع فيه الإنسان، ولذلك احرصوا على أوقاتكم في الحفظ. أبنائي الأحبة الذين يسمعون عندي القرآن، الله يحفظهم، حفظهم الله تبارك وتعالى، حفظهم متين ومكين، وكلهم ممتازين في الأداء وفي الحفظ. ينبغي أن تكونوا جميعا كذلك حتى تكونوا أئمة. الله سبحانه وتعالى لما ذكر قال وجعلنا منهم، ما قال وجعلناهم، وجعلنا منهم، أنا أريدكم كلكم أن تكونوا وليس منكم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر على طلب العلم واليقين بما عند الله عز وجل من الأجر تنالون الإمامة، كما قال أهل العلم بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فاصبروا على طلب العلم وأيقنوا بما عندكم، بما لكم عند الله من أجر حتى تكونوا أئمة لهذه الأمة. الله سبحانه وتعالى لما اختاركم من بين الملايين ومن أماكن شتى جاء بكم إلى هذا المسجد المبارك وإلى هذا المعهد المبارك حتى تتعلموا دينه ثم تعلموه وتنقلوه للناس على خير وجه فتنالوا رضا الله عز وجل، وآباؤكم وأمهاتكم ينالون رضا الله عز وجل ويفرحون بكم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أريدكم كلكم أئمة للمتقين، أئمة لهذه الأمة، وهذا لا يكون إلا بالصبر وباليقين. أسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعني بكم في هذه الجلسة وفي هذا المكان أن يجمعني وإياكم أيضا في جنات النعيم إخوانا على سرر متقابلين. نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن رضي الله عز وجل عنهم وأرضاهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. بخشية الرب سبحانه وتعالى ننال رضوان الله عز وجل. ولذلك أيها الأبناء الأحبة احرصوا على أوقاتكم، احرصوا على تعلم دينكم، لأنكم سترفعون بذلك في الدنيا والآخرة. ألم تسمعوا قول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أنتم أيها الأبناء الأحباء الآن في ساحة جهاد في سبيل الله، أنتم في جهاد في سبيل الله. طلب العلم جهاد في سبيل الله، من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. أنتم في سبيل الله مجاهدون، تجاهدون أنفسكم وتجاهدون الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. أنتم الآن بألسنتكم هذه تتعلمون وتعلمون تجاهدون المشركين، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبما أمر، جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. قوموا ألسنتكم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى آثار الصحابة والتابعين وأقوال العلماء، فهذا من أعظم الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى.
جلساؤكم الملائكة، أنتم الآن تجلسون والملائكة تحفكم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، السكينة في قلوبكم وفي أبدانكم وفي أرواحكم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، أنتم في رحمة الله. لو أصابنا الآن شيء فقتلنا جميعا، نكون في رحمة الله عز وجل جميعا، وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة، الملائكة الآن جلساؤكم، ويذكرهم الله في من عنده. الله عز وجل الآن يذكركم في من عنده، الله عز وجل يذكركم بأسمائكم عند من عنده. انظروا إلى فلان وفلان 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 في هذا المجلس خاشعين مستمعين ينوون العمل بما يسمعون. الله سبحانه وتعالى يباهي بكم الملائكة، وحين نقوم نحن وإياكم الآن ينادي مناد: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، بدل الله سيئاتي وسيئاتكم حسنات، وغفر الله لي ولكم ولوالدينا ولمشايخنا ولعلمائنا ولأئمتنا ولأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأرحامنا وأقاربنا ومعارفنا وجيراننا وأصدقائنا وأصحابنا وسائر المسلمين. نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ما كان صالحا وأن يصلح منا ما كان فاسدا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.